أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للسق وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة تضمن مؤسسه حياه كريمه توفير افضل انواع اللحوم البلدي من سلالات ابقار مميزه في مزارع المؤسسه وباشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربيه والتغذيه السليمه لضمان لحوم بجوده عاليه وزياده نسبه اللحوم الحمراء واعلنت المؤسسه ان لديها قاعده بيانات كبيره من الاسر الاكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهوريه يتم الوصول اليها بالاضافه الى من المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام.